عايز بس هكمل على كلام حضرتك في هذا الاتجاه، واقول واحد انه انا عايز حضرتك تطمن، لانه الثوره المصريه احد اهم انجازاتها هي ان اصبح مجتمعها اقوى من سلطتها، وده المؤشر اللي موجود. الحمد لله خلاص ولا كمان. لا 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 ولا وانتهى عصر ان الدوله والسلطه تبقى اقوى من المجتمع، ده خلص، ودي احد اهم تجليات الثوره المصريه، وربما هو ده اللي حاصل، لكن يبدو الناس اللي في السلطه مش فاهمه ده. لا، في تراجع عند المجتمع المصري. لا، الناس اللي في السلطه الان مش فاهمين هذا الدرس اللي انجزته ثوره يناير. درس ثوره يناير الاهم هو ان لاول مره في تاريخ الدوله المصريه يصبح المجتمع المصري اقوى من الدوله. طيب المجتمع المصري اقوى من السلطه. ده اللي هو للاسف الشديد. للاسف الشديد ان اللي تواجد في السلطه الان متصور انه ان ما زالت المعادله سابقه، وان يجب على السلطه ان تكون اقوى من المجتمع. عشان كده هو منزعج جدا من الاحداث اللي بتتم، فما بيجي يفكر ازاي يعالجها عايز يعالجها بنفس الطريقه القديمه للاسف، اللي هي طريقه القمع الامني او الحلول الامنيه مش الحلول السياسيه. انا رايي ان هذا النظام يعني عليه ان يبذل جهدا كل هذه المشكلات اللي موجوده في الشارع، عشان بس ما نحملش الناس اكتر من ثلاثه. استاذ خالد لو سمحت، كل هذه البلاوي اللي موجوده في الشارع المصري والحرائق والضرب اللي احنا شايفينه ده نتيجه عجز النظام عن تقديم حلول سياسيه. دورك انك تقدم حلول سياسيه مش امنيه. خد بالك، مبارك اعتمد على كل اجهزه الامن كسرناها فوق دماغه، وهيحصل مع مرسي لو فكر انه يستخدم نفس الاجهزه الامنيه هتتكسر فوق دماغه. طيب، وهي دي الرسالة بتاعت الثورة. الثورة بقى فيها مجتمع محتاج لأطروحات سياسية، حلول سياسية، مبادرات فردية، مبادرات جماعية.